بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة دبلوم الثانوي الفني الصناعي بتخصص الحاسبات الصف الثالث. معكم حاتم محمد محمد، معلم خبير بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة. هنكمل إن شاء الله النهاردة زي ما بدأنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة وأربعة عملية برنامج الجافا وكيفية أحسب برامج باستخدام برنامج الجافا. نفتكر مع بعض احنا وصلنا لحد فين. احنا خدنا في الاول ايه هو برنامج الجافا وازاي بنستخدمه وهي المعاملات بتاع برنامج الجافا وهي الثوابت وهي الحقيقة وهي المتغير الحقيقي وهي المتغير الصحيح. وخدنا بعد كده بعض اوامر برنامج الجافا زي اما خدنا قاعدة الاف وخدنا قاعدة سويتش، وقبلها خدنا برنامج ازاي نعمل حساب جمع وطرح وضرب وقسمة، وازاي ايه هو الفرق ما بين باقي القسمة وهو الفرق ما بين القسمة العادية، وان الفرق القسمة العادية هو لازم يكون رقم فلوت او عدد فلوت، يعني رقم حقيقي يكون فيه علامة عشرية، انما باقي القسمة او خارج القسمة ده المتبقي فقط من القسمة، يعني مول 16 على 5 فيها 3 والباقي كام؟ 1. يبقى هنا الحل بتاعه 1، يعني الحل هنا عدد صحيح ما فيهوش علامة عشرية. وبعد قاعدة اف ما فرق بينها وبين قاعدة سويتش ان الاف بستخدمها في حالة المقارنة ما بين واحد او اتنين عددين او تلاتة او اربعة او متغير او اتنين او تلاتة اكتر من تلات متغيرات، ببدأ استخدم قاعدة سويتش وعملنا بيها برنامج الالوان المقاومات اللي خدناه في الصف الاول. بعد قاعدة سويتش وقاعدة اف خدنا برامج الدوران، وقلنا انا عندي تلات برامج للدوران او تلات قواعد لبرنامج الدوران، وهو فور الهوايل الدو هوايل. وقلنا الفور بتاخد كل القاعدة في سطر واحد ودي افضلهم في قواعد الدوران. الهوايل بتاخد الكلام على ثلاث سطور، البداية هوايل وجنبها الشرط وبعدين الزيادة. النهاردة هنكمل ان شاء الله وناخد برنامج دو هوايل او باستخدام الدو هوايل لقواعد الدوران. عشان نبدأ بس البرنامج نراجع مع بعض تاني ونفتكر اي برنامج جافا قلنا لازم بيمر ب ست سطور ثابتين، هم خمسه ثابتين والباقي السادس اللي هو البرنامج والسابع والثامن نهايه البرنامج. نشوف مع بعض كده. اول سطر عندنا في برنامج في اي برنامج جافا امبورت جافا اكس جي اوبشن بين، وده قلنا دي الداله الكبيره بتاعه مكتبه الجافا. السطر اللي بعدها على طول رقم 2 بابليك كلاس بي بي بي، وده بنحط فيها اسم البرنامج. وقلنا اسم برنامج ممكن يبقى اي اسم، قبل كده حطيناه سامح، ممكن نحط رحيم، ممكن نحط علي، اي اسم يفضل يكون اسم برنامج. ما عندكش اسم برنامج او مش حافظه حط اي اسم يعجبك زي ما اتفقنا باي اسماء. بعد كده السطر رقم 3 وده القوس بتاعه اسم البرنامج. السطر رقم 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس، وده قلنا الداله الرئيسيه بتاعت مين؟ ايوه برافو عليك، وده بتاع برنامج الجافا. دي الداله الرئيسيه جايه من كلمه مين، وقلنا فويد مين معناها ان يرجع البرنامج ما يرجعش من غير باقي، يعني يكون البرنامج خلص. السطر الخامس وده القوس بتاع الفويد مين او الداله الرئيسيه. بدايه من السطر رقم 6 ده كتابه البرنامج جي اوبشن بين شوماتج، ده سطر الاخراج وهيبان معايا في البرنامج بعد كده. بعدين السطر 7 بقفل القوس بتاع رقم 5، السطر 8 بقفل القوس بتاع رقم 3. يبقى انا اول خمس سطور عندي دي القاعده العامه بتاعت اي برنامج جافا. نكمل كده مع بعض بنقول تمرين. التمرين بيقول اكتب برنامج يقوم بعمليه العد من 0 الى 10 باستخدام مين؟ احنا قلنا عندنا كام دوران؟ ايوه خدنا فور وخدنا هوايل، النهارده هناخد دو هوايل. فعايزين نعمل برنامج من 0 الى 10 باستخدام الحلقه دو هوايل لوب مع طباعه النتائج على الشاشه. بعد ما نخلص قاعده هوايل هنجمع مع بعض ازاي اعمل نفس البرنامج فور ازاي اعمله بهوايل. دي الشكل العام للحلقه دو هوايل لوب. بتبدا بمين؟ بتبدا بدو. قبل دو على طول بقول البدايه بتاعه البرنامج كام. انا هبدا من زيرو، يبقى البدايه بتاعتي زيرو، وليكن مثلا اي باي بتساوي زيرو، كيو كيو بتساوي زيرو، بدي البدايه دو. بعد كده بعد دو بكتب البرنامج كامل، عاوز اجمع عاوز اطرح عاوز اطبع. وبعد ما بخلص دو بكتب هوايل، ومتفقين هوايل دائما بيجي بعدها الشرط، يبقى دايما هوايل بيجي بعدها الشرط. يبقى دو قبلها البدايه، كانت هوايل برضو قبلها البدايه،
اما اجي احط دو بعدها الجمل بتاعتي اللي انا عاوز انفذها جوه البرنامج، بعد دو بحط هوايل، وهوايل لازم يكون بعدها الشرط بتاع البرنامج. ايه هو الشرط زي ما نفتكر كده؟ الشرط انا بقول من 1 لـ10، يعني ابدا اعد من 1 2 3 يبقى انا اوصل لحد كام؟ لحد 10. فبقول ان الشرط بتاعي ان المتغير بتاعي لازم يكون اقل من او بيساوي 10. نكمل كده مع البرنامج ونشوف التمرين. بنفكركم مع بعض تاني، التمرين كان بيقول اكتب برنامج يقوم بعملية العد من 0 إلى 10 باستخدام الحلقة. المرة دي انا اكدت لك انا عايز نوع معين من حلقات الدوران، من هو دو هواي اللوب مع طباعة النتائج على الشاشة. نبدأ مع بعض اهم، انا بأكد الكلام تاني، دول اول 5 سطور بيكتبوا في اي برنامج جافا. نقولهم مع بعض: import java x swing j option bin، وقلنا دي الدالة الرئيسية بتاعت برنامج الجافا. بعد كده public class kkkk، واتفقنا ده اسم البرنامج، بكتبه زي اي اسم يعجبني، اي اسم. واحد عاوز يقول محمد، واحد يقول رحيم، واحد يقول جمال، واحد يقول سامح، انت حر، مفيش مشكله اسم برنامج. انا بس بفضل بقول لو انت البرنامج عارف اسمه يفضل تكتب اسمه، يعني لو تجمع قول صم، لو تطبع قول برنت، يفضل كده في كتابه البرنامج. بعد كده السطر رقم 3 وده بداية اسم البرنامج، السطر 4 public static void main strange arguments، وقلنا ده القاعدة الرئيسية أو البرنامج الرئيسي لبرنامج الجافا، وكلمة void main معناها البرنامج يرجع من غير أي بواقي. وبعد كده السطر 5 بداية قوس مين، أيوة بتاع الدالة الرئيسية. نكمل مع بعض يا شباب ونشوف، هنبدأ من السطر رقم كام؟ 6. برافو عليكم، كده احنا متفقين اول 5 سطور بتوع البرنامج. نبدا البرنامج بتاعنا. البرنامج قلنا انا نطبق قاعده مين؟ قاعده دو. دو بتقول لي ايه؟ قبل دو بكتب البدايه. البرنامج كان بيقول ابدا من كام؟ من 0. ايوه كده، يبقى اقول انت كيو بتساوي 0، يعني المتغير اللي انا خدته كيو وعرفت ان هو ايه؟ ان هو انت، يعني ده رقم صحيح بدون علامه عشريه، وبيساوي كام؟ بيساوي 0 اللي هي البدايه بتاعت البرنامج. وبعدين دو، ادي اول قاعده دو اهي، ابدا القوس بتاع دو. دو بيقول لي ايه؟ الكلام كان بيقول اطبع الخرج، يا بعمل هي عمليه واحده بس، عمليه الطباعه، عمليه الخرج. يبقى السطر رقم 9 جي اوبشن بين شو مسج دايلوج، وقلنا كلمه نال معناها ايه؟ ان انا هطبع، هكتب المربع الحواري او هطبع المربع الحواري في منتصف الصفحه. وقلت ان كيو واعمل ايه؟ نال لمين؟ لكيو، يبقى انا هكتب كيو. حلو، كتبت اول مره كيو بكام؟ بصفر. تاني مره اكتب كام؟ انا ما قلتش، لا نكمل بقى السطر بتاعنا مكان زائد ايه؟ زائد زائد كيو، وقلنا زائد زائد معناها هنزود على كيو 1، يبقى اول مره هيقول صفر، بعد كده هزود كام؟ 1، هيعد 1، بعدين نقفل القوس بتاع دو. طيب هنوصل لحد كام؟ انا خدت صفر وبعدين زودت 1، انا اوصل لحد كام؟ نفتكر كده كان البرنامج بيقول لي ايه؟ بيقول لي من 0 إلى 100. مين يقول لي كده؟ انا اسف، من 0 إلى 10. مين يقول كده؟ ايوه هوايل. يبقى هوايل قلنا دائما دائما هوايل بيجي جنبها الشرط، فبقول هوايل كيو اقل من او بتساوي 10. اتفقنا قبل كده الشرط بالذات، انا ممكن اقول الشرط ده كيو اقل من او بتساوي 10، واحد تاني يقول لي لا انا مش عاوز اكتب يساوي. قلنا ماشي، نكتب من غير يساوي، نكتب لحد كام؟ هتقول كيو اقل من 11، وبعدين نقفل القوس بتاع دو ونقفل القوس بتاع الجي اوبشن بي. نشوف تاني، لو انا خدت البرنامج ده هو 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 بس ما اكتب دو هوايل، هكتب هوايل بس، هوايل بس ما بعملش دو، بكتب قبلها مين؟ برضه هقول انت كيو بتساوي 0، صح كده. وبعدين هنكتب هوايل كيو اقل من او بتساوي 10 او كيو اقل 11، وبعد هوايل هكتب مين؟ زائد زائد كيو، هو هو نفس البرنامج اهو، خدت بهوايل. طب ايه رايكم ان هو هو نفس البرنامج بس هاخده بفور؟ قلنا فور قاعده سهله وسليمه جدا، لان فور بتاخد كله في سطر واحد. فور هتقول لي ايه؟ لو بنفكر مع بعض كده شباب، صحصحوا معايا، فور كيو بتساوي 0، هقول فور ما بين قوسين انت كيو بتساوي 0، بعد الانت بعد البدايه بحط مين؟ ايوان، برافو عليكم كده، بعد البدايه بحط الشرط، يبقى كيو انت كيو بتساوي 0 فاصله منقوطه كيو اقل من او بتساوي 10، ممكن واحد تاني يقول كيو اقل من 11 ما عنديش مشكله، فاصله منقوطه زائد زائد كيو، يعني زود على كيو 1. يبقى احنا خدنا في البرنامج ده الفرق بين دو هوايل وهوايل والفور. ناخد البرنامج كله مره واحده عشان نعرف البرنامج بيتكتب ازاي.
نبص كده على البرنامج. السطر رقم 1 الداله الرئيسيه بتاعت الجافا امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، وقلنا دي المكتبه العامه بتاعت لغه الجافا. بعدين بابليك كلاس اسم البرنامج، واتفقنا ده اسم البرنامج، انا حطه كي 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 كي، واحد يحطه ام 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 ام، واحد يحطه ار ار ار، انت حر. سمي البرنامج زي ما سميناه سامح، سمي رحيم، سمي علي، انت حر في اسم البرنامج، بس انا عارف ده برنامج طباعه فيفضل اكتب بابليك كلاس برنت، عشان بس اللي حتى اللي يجي صح البرنامج عارف ان ده برنامج برنت، يعني برنامج طباعه. السطر 3 هنفتح القوس بتاع اسم البرنامج. السطر 4 بتاع الداله الرئيسيه public static void main string args، وان دي الداله الرئيسيه، لازم بعد الداله الرئيسيه افتح مين؟ ايوه افتح القوس بتاع الداله الرئيسيه. من بعد سطر 5 ببدا البرنامج بقى. 6 قبل دو بكتب البدايه int q بتساوي 0، هنا بقول ان البدايه بتاعتي 0 وهي رقم صحيح بدون علامه عشريه ورا مصدره بالرمز q. بعد كده دو، ادي بدايه دو اهيت، بعد دو بكتب مين؟ ايوه بفتح القوس بتاع دو اللي هو السطر رقم 8. بعدين انا عاوز زي في دو قاعده، دو بتقول لي هي قاعده، هي سطر واحد المره دي، بيقول لي اطبع بس. يبقى رقم سطر رقم 9 بيقول جي اوبشن بين شو مسج ديالوج نل مربع الحواري خليه في المنتصف، هتطبع مين؟ هتطبع كيو، صح كده؟ طب بعد كيو احنا قلنا صفر، انت خدت كيو طبعتها بصفر، عاوز تعمل ايه؟ هتزود عليها واحد، عشان كده كاتبين احنا ايه؟ زائد زائد كيو، يعني زود على كيو واحد. وقفلت قاعده دو بالقوس بتاع رقم 10، كده انت خدت اول رقم في دو اللي هو الزيرو وطبعته وزودت عليه واحد. طب انت عاوز تكمل اللي بعده، لازم ارجع لمين؟ ايوه صح، ارجع للسطر رقم 11 اللي هو في القاعده بتاعت هوايل، وبقول هوايل قلنا دائما دائما هوايل بيجي بعدها الشرط اللي هي نهايه العد بتاعتي، بس باستخدام الشرط، فقلنا هوايل كيو اقل من او بتساوي 10، او واحد تاني يقول لي كيو اقل من 11، ترجع تاني للسطر رقم 9 ويبدا يكمل السطر لحد ما يوصل لحد رقم 10. طبعنا من 0 1 2 3 لحد 10، بقفل القوس بتاع السطر رقم 12، ده بتاع مين؟ ايوه ده بتاع البابليك، بتاع البابليك كلاس، والقوس اللي بعديه بتاع السطر رقم 5. كده يبقى انا خلصت جميع حلقات او برامج الدوران او الحلقات اللي عندي اللي هي فور وهوايل ودو هوايل، وقلنا الفرق بينهم، نقولهم تاني بسرعه. هو فور بتاخد كل القاعده في سطر واحد، بتاخد ايه؟ بتاخد البدايه كيو مثلا بتساوي زيرو، وبعدين فاصله منقوطه بتاخد الشرط بتاعنا اللي هو مثلا كيو اقل من او بتساوي 10، وبعديها فاصله منقوطه بتاخد الزياده زائد زائد كيو ناقص ناقص كيو، كيو زائد بتساوي 2 زي ما خدنا قبل كده. طب دي فور كل الكلام في سطر واحد. طب لو خدنا هوايل، هوايل لا، هوايل بتقول لي ابدا البدايه الاول، يعني كيو بتساوي زيرو، وبعدين تشتغل البرنامج بتاعك اللي هو مثلا برنامج الطباعه، وبعدين تحط هوايل كيو اقل من او بتساوي 10 او كيو اقل من 11 زي ما اتفقنا، وبعدين بتزود زائد زائد كيو او ناقص ناقص كيو او الشرط بتاعك الزياده بتاعتك. طب ده هوايل، لو خدنا دو هوايل قلنا برضو دو بيجي قبلها الزياده، يبقى دائما في هوايل ودو بيجي قبلها البدايه بتاعت البرنامج اللي هتعمله اللي هو بدايه العد كيو مثلا بتساوي زيرو، وبعدين دو، وبعد دو بتحط البرنامج بتاعك لو برنامج الطباعه كاملا، وبعد ما تحط برنامج الطباعه او البرنامج اللي انت عايزه بتحط الزياده او النقصان اللي هو زائد زائد كيو او ناقص ناقص كيو او كيو زائد بتساوي 3 او كيو ناقص بتساوي 5 حسب الزياده او النقصان اللي عندك، وبعد ما بتنهي بتحط شرط هوايل، وان هوايل دائما بتاخد جنبها الشرط هوايل كيو اقل من او بتساوي 11 او كيو اقل من او اسف كيو اقل من بتساوي 10 او كيو اقل من 11، وبتكمل بعد كده نهايه البرنامج. كده خلصنا الحلقات بتاعه الدوران او اللوب. نبدا النهارده في حاجه ثانيه جديده وهي اسمها البرمجه الشيئيه. ايه هي البرمجه الشيئيه دي؟ زي ما احنا شايفين مع بعض، البرمجه الشيئيه انا بحط برنامج بس بحط فيه مفتاح معين، بدل ما كل شويه اكرر البرنامج، لا انا بعمل برنامج واحد كبير بحط فيه مفتاح بحيث كل مره ما اجي اختار البرنامج اضغط على المفتاح ده يجيب لي الناتج بتاعي على طول ايا كان العدد اللي انا عاوز ادخله في البرنامج. نبص برمجه شيئيه يعني ايه؟ البرمجه الشيئيه بيتم فيها الضغط على زر معين لتنفيذ الاوامر المطلوبه
عند وقوع الحدث. اهو نحن زي ما احنا قلنا اهو بنقول من شويه ان انا عاوز اعمل حدث معين، عاوز اعمل امر معين، بحط باستخدام ايه؟ مفتاح. والحدث يعمل على تشغيل اوامر البرنامج المطلوب، وتقسم البرنامج الى كائنات او اوبجكت. يبقى تاني، ايه هي البرمجه الشيئيه؟ بالعادي بالطبيعي كده برنامج شيئي عباره عن مفتاح اضغط عليه اما اكون عاوز اعمل حدث لبرنامج معين. عاوز اعمل عمليه الجمع مثلا، بدل ما كل مره اعمل برنامج للجمع، لا انا اعمل برنامج كبير عمليه جمع، وفي كل مره ادخل 5 و6 وادوس على المفتاح يطلع لي 11، ادوس على 10 و2 مثلا وادوس على المفتاح يطلع لي 12 وهكذا. يبقى انا عملت برنامج واحد بيقوم بالعمليه الجمع، عمليه الضرب، عمليه القسمه، في كل مره بغير الارقام زي ما انا عايز. ممكن البرنامج ده احطه في كذا موقع في وقت واحد، وفي كل مره الموقع ده بدوس على المفتاح الواحد. يبقى تاني، البرمجة الشيئية زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة كده، بيتم فيها الضغط على زر معين اللي هو مفتاح معين لتنفيذ الأوامر المطلوبة عند وقوع الحدث. والحدث ده بيبقى ايه؟ والحدث يعمل على تشغيل أوامر البرنامج المطلوب، ويقسم البرنامج إلى كائنات أو أوبجكت. طب ليه بقى استخدمت البرمجة الشيئية زي ما قلنا من شوية كده؟ ليه مع بعض بقى نشوف كده؟ واحد، ليه؟ القدرة على معرفة مكان الأخطاء في البرنامج بسهولة. يعني عامل برنامج في أخطاء، أدور على الخطأ فين؟ لا، في البرمجة الشيئية السهل جدا أعرف الخطأ ده موجود فين. اتنين، القدرة على تطوير البرنامج بسهولة مع الوقت. يعني أنا عملت برنامج ما فيهوش أخطاء الحمد لله، طيب البرنامج ده عاوز أطور منه، مرة عملت زائد برقمين عاوز اخليه 3 ارقام، يبقى انا سهل قوي اطور البرنامج اللي انا مستخدم فيه البرمجة الشيئية. ثلاثة، القدرة على اعادة استخدام الكثير من اجزاء البرنامج للتطوير. هي بتكمل سطر رقم 2، انا ممكن اطور في البرنامج مع الوقت. جميل، البرنامج ده في كتير، في شوية اوامر كتير ممكن اطورها كلها او ممكن اطورها قوة. عشان كده رقم 3 بتقول لي ايه؟ القدرة على إعادة استخدام الكثير من أجزاء البرنامج للتطوير. 4، عدم الحاجة لإعادة كتابة الأكواد عند كل إصدار جديد للبرنامج. عشان كده احنا قلنا في الأصل البرنامج الشيئية هو برنامج كبير أنا بحط فيه مفتاح أقدر أحسب أي عملية حسابية باستخدام المفتاح فقط لا غير. مش هقعد كل مرة أعمل برنامج، لا. فالسطر 4 بيأكد اهو، عدم الحاجة لإعادة كتابة الأكواد عند كل إصدار جديد للبرنامج. 5، سهولة تحويل الأكواد البرمجية للغات أخرى. سهولة تحويل الأكواد البرمجية للغات أخرى، يعني كل جهود جوه البرنامج باستخدام البرمجة الشيئية ممكن أعمله للغة تانية، زي لغة السي بلس بلس، لغة السي العادية وهكذا. 6، ودي آخر حاجة، القدرة على توزيع العمل في برنامج واحد ضغط على أكثر من مبرمج. زي ما أنا قلت من شوية كده، يمكن يبقى عندي 3-4 برامج، كل برنامج موجود في حتة معينة، كلهم يشتغلوا باستخدام المفتاح اللي أنا أدوس عليه يحسب لي البرنامج اللي هو في أي حتة أنا عاوز أحسب فيه العملية الحسابية المطلوبة مني. يبقى تاني، إيه هي الأسباب التي أدت إلى البرمجة الشيئية؟ 1، القدرة على معرفة مكان الأخطاء في البرنامج بسهولة. 2، القدرة على تطوير البرنامج بسهولة مع الوقت، في أي وقت ممكن أطوره. 3، القدرة على إعادة استخدام الكثير من أجزاء البرنامج للتطوير. 4، عدم الحاجة إلى إعادة كتابة الأكواد عند كل إصدار جديد للبرنامج، مش كل مرة أعمل برنامج أحط أكواد، لا هو يعرف. 5، سهولة تحويل الأكواد البرمجية للغات أخرى، واتفقنا ممكن نستخدم نفس الأكواد دي في أي لغة تانية زي السي بلس بلس، السي، البيزك. 6، القدرة على توزيع العمل في برنامج واحد ضخم على أكثر من مبرمج، عند مبرمج هنا، مبرمج في اللي جنبي، مبرمج أوضة اللي جنبي، مبرمج في مصنع تاني خالص، ممكن أعمل البرنامج ده عندهم كله، وفي أي وقت أدوس على المفتاح بتاع التشغيل اللي أنا عاوز أعمل بيه العملية الحسابية يجيب لي ناتج العملية على طول، بس اكون مدخل البرنامج او الارقام اللي عاوز اعمل بيها العمليه الحسابيه. نكمل مع بعض، ايه هي فوائد البرمجه الشيئيه؟ ايه هي فوائد البرمجه الشيئيه؟ نمره 1، التجريد. كلمه تجريد ان انا هاخد كل عنصر لوحده، يعني كل صفه او كل كائن باخده لوحده بصفته بكل صفاته،
ده التجريد. اتنين التغليف او الكبسلة، ودي باخد كل كائن له مواصفات معينة في خصيصة في مكان لوحده. يعني اخد كل مجمعات صفة مثلا الواحد، صفة 1 2 3 4 احطهم في رقم واحد، كائن تاني صفة 1 2 3 4 احطهم في رقم اتنين وهكذا، يبقى ده اسمه التغليف. تلاتة اخفاء البيانات، بعد ما انا خدت الكائن وخدت صفاته اخفيها عن اي حد عشان محدش يبدأ يغير في اللي انا عملته يبوظ الكلام بتاع البرمجة او بتاع الكائن. اربعة الوراثة. يعني ايه الوراثة؟ انا عندي كائن رقم واحد صفاته 1 2 3 4، جالي كائن تاني بنفس الصفات احطه في كائن رقم واحد، يبقى كل واحد بحطه في الكائن في صفات الكائن بتاعته. خمسة تعدد الاشكال. يعني ايه تعدد الاشكال؟ انا عندي النهاردة برنامج في شكل كائنات رقم واحد، ممكن اخش تاني برنامج كائن رقم اتنين وهكذا. يبقى ايه تاني؟ هي فوائد البرمجة الشيئية. لما واحد التجريد، وقلنا ان كل كائن بياخد صفة بحطه مع بعضه. اتنين التغليف، باخد بقى الكائن اللي صفاته ما يتحددة دي عملتها مع بعض، حطيتها في غلاف لوحده وسميته مثلا كائن رقم واحد كائن رقم اتنين. تلاتة اخفاء البيانات، بعد ما غلفت وكبسلت الكائنات بصفاتها وكل صف كل صفة مع بعضها اخفي البيانات دي عن اي حد عشان ما حدش يغير الصفات بتاعت الكائن ده ويلخبطهم على بعض. أربعة الوراثة. الوراثة يعني أنا جاي لي كائن بصفة موجودة عندي، خلاص أحطه في الكائن بتاعه اللي نفس المواصفات. خمسة تعدد الأشكال، إن أنا ممكن أستخدم كائن واثنين وثلاثة وأربعة. طب إيه هو الكائن؟ وهي الفئات اللي بنتكلم عليها دي؟ يبقى أنا عندنا تعريف الكائن وتعريف الفئات. الكائن أو الأوبجكت هو وحدة تحتوي على مجموعة من البيانات والتي تقوم بمجموعة من العمليات. تاني إيه هو الكائن؟ هو وحدة تحتوي على مجموعة من البيانات والتي هي نفسها بتقوم بمجموعة من العمليات. وزي ما قلنا ان الكائن ده له مواصفات محددة فبحطها مع بعضها. طب ايه هي الفئات؟ هي خصائص ومواصفات الكائن. هي خصائص ومواصفات الكائن. يبقى هو الكائن او الاوبجكت. الكائن او الاوبجكت هو الوحدة التي تحتوي على مجموعة من البيانات، والبيانات دي نفسها هي اللي بتقوم بمجموعة من العمليات. طب ايه هي الفئه؟ هي بقى خصائص مين؟ ايوه برافو عليكم كده، هي خصائص او مواصفات الكائن اللي احنا قلنا عليها قبل كده. عشان كده عملنا تجريد وعملنا كبسله وعملنا اعلام وراثه وعملنا تغليف، عملنا الكلام ده كله. نبدا ناخد اول تمرين عندنا في البرمجه الشيئيه. اول تمرين بيقول لي ايه؟ المطلوب عمل كلاس يقوم بحساب مستطيل. قلنا كلاس يعني ايه؟ ايوه كلاس يعني فئه. مستطيل طوله 6 سنتي وعرضه 5 سنتي عن طريق البرمجة المعتمدة على الكائنات أو الأوبجكت. ناخد بالنا التمرين طالب إيه؟ طالب عمل كلاس، وقلنا كلاس يعني إيه؟ يعني فئة. يقوم بحساب مستطيل. أنا عاوز أعمل إيه؟ حساب مستطيل، حساب مساحة مستطيل. طوله 6 سنتي وعرضه 5 سنتي عن طريق البرمجة المعتمدة على الكائنات. هنا عندنا مستطيل عاوزين نحسب مساحته باستخدام البرمجة الشيئية. حد فاكر من الطلبة الشطار كده أنا عندي مستطيل مساحته بتساوي إيه؟ أو عنده مستطيل محيطه بيساوي إيه؟ أيوة برافو عليكم. أنا شايف طلبة شاطرة جاوبت. مساحة المستطيل الطول في العرض، صح كده؟ مساحة المستطيل الطول في العرض. طب محيط المستطيل؟ ها؟ أيوة الطول زائد العرض في 2، صح كده؟ يبقى مساحة المستطيل الطول في العرض، المحيط الطول زائد العرض في 2. طب ده المستطيل، لو جالي مربع مساحة المربع ايه؟ ايوه طول الضلع في نفسه. طب محيط المستطيل طول الضلع في 4، برافو عليكم. طب لو اتكلم على دايرة يبقى مساحة الدايرة ايوه ط ناق تربيع اللي هي باي ار تربيع، محيط الدايرة 2 ط ناق او 2 باي ار. عشان هنا ممكن انا كاتب على مستطيل، ممكن يجي لي مربع، ممكن يجي لي دايره. انا كاتب مساحه مستطيل في البرنامج، ممكن يجي لي في الامتحان لا محيط المستطيل، ممكن يجي لي في الامتحان مساحه المربع، ممكن يجي لي محيط المربع. يبقى انا لازم افتكر ايه مساحه مستطيل، ايه هو محيطه، ايه مساحه المربع، ايه هو محيطه، ايه مساحه الدايره، ايه هي محيطها. يبقى انا عشان اعمل دول هستخدم البرمجه الشيئيه. نشوف التمرين تاني مع بعض. المطلوب عمل كلاس فئه تقوم بحساب مساحة مستطيل طوله 6 سنتي وعرضه 5 سنتي عن طريق البرمجة المعتمدة على الكائنات.
نشوف اول جزء من البرنامج وده متفقين عليه. ده برنامج الجافا العادي خالص نمره واحد امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، ودي قلنا المكتبه الكبيره الشامله بتاعه برنامج الجافا بابليك كلاس مين. وده هنا مين بقى اسم البرنامج، وده اسم رئيسي انه ده برنامج رئيسي عشان هستخدم حاجه اسمها برنامج فرعي زي ما نشوف مع بعض. يبقى هنا قلت بابليك كلاس مين، هنا مقصود بقى هنا عارف اسم البرنامج اهو ده برنامج رئيسي عشان كده كتبت الاسم ايه مين. بعدين رقم 3 افتح قوس البرنامج الرئيسي اللي هو اسمه مين. بعدين 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس اللي هي الدالة الرأسية بتاعتنا. 5 بداية قوس الدالة الرأسية. طبعا دول 5 سطور ثابتين في أي برنامج، بس المرة دي أنا قلت ده برنامج رئيسي عشان كده أنا سميته مين، ودي مهمة جدا إن البرنامج ده برنامج رئيسي البرمجة الشيئية بستخدم فيها برنامج رئيسي فلازم أكتبه باسمه اللي هو مين. نكمل البرنامج بقى. السطر 6 أنا قلت عاوز مين؟ أنا عايز مستطيل، فستة كاتب أو ريكتانجل، التانجل ده مستطيل. أنا هرمز له في البرنامج بالرمز سي عشان قلت ريكتانجل سي بتساوي نيو ريكتانجل، يعني سي ده هو المستطيل اللي انا هشتغل عليه، السي ده الكائن اللي انا هشتغل عليه الاوبجكت بتاعي بقى. فسبعة انا عاوز احسب ايه في المساحه في المستطيل، عاوز احسب مساحته عشان كده قلت ايه سي الكائن بتاعي الاوبجكت اللي انا سميته سي عباره عن ايه ايوه عباره عن الاريا. وكتبت الارقامين اللي عندي اللي هم 5 و6 اللي هم الطول والعرض. تاني 6 عشان دي مهمه قوي، 6 انا عنده مستطيل اسمه ريكتانجل، ريكتانجل معناه مستطيل، مربع سكوير لو هتكلم عن المربع. انا بحط كائن للريكتانجل بحط كائن اسمه سي اهو بيساوي نيو ريكتانجل، يبقى سي بالنسبه لنا الكائن بتاعنا. سي ده انا احسب فيها ايه؟ احسب فيها الاريا. في سطر 7 بيقول لي سي الاريا الخمسه والست اللي هو مين؟ المساحه بتاعتي للرقمين اللي انا قلتهم اللي هم 5 و6. 8 قفلت القوس، 9 قفلت بتاع مين؟ القوس بتاع 8 والقوس بتاع 9. ايوه مش انا قلت في كتابه البرنامج ان البدايه هنا ده برنامج رئيسي اللي هو مين؟ اللي هو انا مسميه مين؟ مين يعني برنامج رئيسي؟ البرنامج مين؟ في اسم البرنامج لقوس اللي هو سطر رقم 3 لو نفتكر، قفلته بمين هنا؟ ايوه قفلته بسطر رقم 8 عشان ده برنامج رئيسي. بعد كده خدت الفويد مين اللي هي الداله الرئيسيه بتاعتنا اللي هو كان وفتحت القوس بتاع سطر رقم 5 قفلته هنا بمين؟ بالسطر رقم 9. يبقى انا البرنامج الرئيسي انه بادي هنا خلص عند مين؟ عند السطر رقم 9 اللي هو مساحه المستطيل وارقامها. اللي جاي ده اسمه برنامج فرعي، ده اللي بحطه بقى عند اي مبرمج في اي مكان تاني. نبص بقى البرنامج الفرعي عامله ازاي؟ نبص كده مع بعض. السطر رقم 10 اهو ناخد بالنا بقى اهو دخلنا مين كده؟ دخلنا في الفئات صح كده. 10 كلاس ريكتانجل، كلاس ريكتانجل الفئه اسمها ايه؟ المستطيل كلاس ريكتانجل. سطر 11 هفتح القوس بتاع الكلاس بتاعتنا احنا اللي هي بتاعت المستطيل. بعدين ابدا انا عندي رقمين وعندي خرج، عندي رقمين وعندي خرج، فلازم اعرف الخرج وبعد كده اعرف الرقمين. الخرج سميناه زد. السطر رقم 12 انت زد، يعني زد خرج متغير سميناه زد هو الخرج، هو من نوع الانت من نوع الرقم الصحيح اللي ما فيهوش علامه عشريه. السطر 13 void area احسب مساحه، وكلمه void يعني المساحه مش هيرجع منها باقي. تاني زي void main الداله الرئيسيه ما يرجعش منها باقي، void area المساحه ما يرجعش منها باقي. فسطر 13 بيقول لي void area المساحه بتاعتنا لمين؟ للاي والبي اللي هو الطول والعرض. طب لازم اعرفهم، الاي عرفته ان انت فقلت انت ايه، والبي عرفتها ان انت فقلت انت بي. يبقى انا كده قلنا اي متغير بيخش في البرنامج لازم يتعرف. فعلا انا عرفت الطول وعرفت العرض وعرفت الحساب بتاع المساحه اللي هو زد. قلنا ان الزد اللي هي المساحه بتاعتنا احنا اللي سميناها زد عرفتها انها انتجر رقم صحيح، وعرفت الاي اللي هو الطول بانه انت برضه رقم صحيح، وعرفت البي اللي هو العرض اللي هو برضه انتجر رقم صحيح. بقى نفتح القوس بتاع الفويد اريا او المساحه ونحط مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ ايوه الطول في العرض، والمساحه سميناها زد. فقلنا السطر رقم 15 زد بتساوي الاي في البي اللي هو الطول في العرض.
يبقى الزد بتمثل لي هنا مين؟ ايوه صح كده، الزد هنا بتمثل لي الاريا اللي هي المساحه. سطر 16 جي اوبشن بين شو مسج دايالوج نال، لحد هنا ده مربع الحوار، خلي الاجابه في المنتصف. هنكتب ايه بقى؟ هنكتب ذا اريا از بتساوي، يعني المساحه بتساوي، المساحه اسمها ايه؟ اسمها زد، صح كده. يبقى ذا اريا از تساوي زائد زد، نكتب قيمه الزد اللي هي الطول في العرض اللي هي 5 6 بتساوي 30. وبعدين نقفل القوس بتاع سطر رقم 11 ونقفل القوس بتاع سطر رقم 14. هنقول البرنامج كله تاني مره واحده للريكتانجل، وهقوله هو هو لو اتكلمت على السكوير او المربع. نبدا بالسطر رقم 6 ريكتانجل، وخدت فيها الكائن اللي اسمه سي، وقلت سي بتساوي نيو ريكتانجل. وبعدين 7 سي الكلاس بتاعنا بقى، الفئه بتاعتنا اللي هي الكائن بتاعي انا اسمه سي، اريا المساحه 5 و6. بعد كده السطر 8 و9 بنقفل القوس بتاع 3 و5. نبدا المستطيل بتاعنا او كلاس او الفئه بتاعتنا، لميل المستطيل سطر 10 كلاس ريكتانجل، سطر 11 ده القوس بتاع الكلاس او بتاع الفئه. بعد كده ابدا ادخل الخارج بتاعي اعرفه، واعرف الداخلين اللي هم الطول والعرض. فعرفت الاريا ان اسمها زد، وزد متغير حقيقي عرفته بانت اللي هو السطر رقم 12. السطر 13 هبدا اقول ان المساحه بتاعتي انا ليها متغيرين الطول والعرض، فقلت انها void area يعني مساحة ما رجعش فيها باقي ال int a وال int b، يعني ال a الطول رقم صحيح ما فيهوش علامة عشرية، وال b العرض رقم صحيح ما فيهوش علامة عشرية. فتحت القوس رقم 14 بتاع ال area، بعدين نحسب المساحة الطول في العرض اللي هو السطر 15 زد بتساوي ال a في ال b. سطر 16 هو سطر الخارج بالنسبة لي أنا، خارج المساحة اللي هو جي اوبشن بين شو مسج دايالوج نال the area is بتساوي، هيتكتب الجملة دي ثابتة وصريحة، دي معلمة تنصيص، هتتكتب كده the area is بتساوي، ويكتب جنبها 30 هي الزد اللي هي الطول في العرض. ناخد البرنامج كامل كده، البرنامج بيقول لي سطر رقم 1 import java x swing جي اوبشن بين، قلنا دي الدالة الرئيسية أو المكتبة الكبيرة بتاعت الجافا. سطر الثاني public class main، وبأكد تاني public class main عشان ده برنامج رئيسي باخد منه برنامج الفرعي، مش كده سميناه public class main. السطر 3 بنفتح القوس بتاع public class بتاع اسم البرنامج يعني. سطر 4 public static void main strange arses، ودي الداله الرئيسيه بتاعتنا مش كده سميناها void main. 5 ببدا القوس بتاع void main او بتاع الداله الرئيسيه. 6 هنبدا في الكائن بتاعنا اللي احنا هنسميه سي، لمين؟ للريكتانجل. ريكتانجل الكائن اسمه ايه؟ اسمه سي، فكتبت ريكتانجل سي بتساوي نيو ريكتانجل. 7 بقول ايه هو الكائن ده؟ انا هاخد منه ايه؟ انا هاخد منه المساحه، صح كده؟ في سطر 7 بقول سي هاخد المساحه بتاعت الريكتانجل اريا 5 و6، الرقمين بتوعي 5 و6. 8 هقفل القوس رقم 3، 9 بقفل القوس رقم 5. ده البرنامج الرئيسي. البرنامج الفرعي يبدا من مين؟ من سطر رقم 10 كلاس ريكتانجل، الفئه بتاعتنا ايه بقى؟ بتاعت مين؟ بتاعت الكائن اللي هو اسمه سي فوق، كلاس ريكتانجل. 11 افتح القوس بتاع الكلاس بتاعتنا بتاعت الفئه. 12 انت زد، وده المتغير اللي انا حجزه لعمليه الخارج، لعمليه المساحه يعني، عرفته زد وعرفته رقم صحيح انت. 13 void area انت a وانت b اللي هي المساحه بتاعتي انا للمتغيرين الطول والعرض اللي هم الـ A والـ B، وعرفتهم من أرقام صحيحة بدون علامة عشرية. 14 بتاعت القوس بتاع الـ Area أو بتاعت الـ Void Area. 15 أنا عاوز أحسب المساحة بتاعت المستطيل اللي هي الطول في العرض، زد بتساوي الـ A في الـ B. 16 جي أوبشن بي جي أوبشن بين شو مازج دايالوج نال the area is، وأكتب بعدها هيتكتب بعدها تلقائي العملية الحسابية اللي هي الطول في العرض 5 في 6 ب 30، وبعدين انهي القوسين بتوع 11 و14. البرنامج ده لو واحد قاعد تاني بدل 5 و6 كتب 7 و8، مفيش مشكله خالص، هندوس على الزر بتاع السي على مفتاح السي اللي هو الكائن اللي اتكلمنا عليه، عشان قلنا البرنامج الشقيق عباره عن ايه؟ ايوه عباره عن مفتاح بضغط عليه يجيب لي العمليه الحسابيه. يبقى مبرمج تاني بدل ما دخل 5 و6 دخل 7 و8، هدوس على الكائن سي، المفتاح بتاع الكائن سي يخرج لي عملية المساحة بتاعت 7 و8،
هيبقى الزد هنا بتساوي كام؟ ايوه صح كده، the area is بتساوي 56. واحد تاني في مكان تاني كتب ان الطول 3 والعرض 4، اضغط على برضو على الكائن سي على المفتاح بتاع الكائن سي، هيقول لي ايه؟ هيطلع لي المساحه the area is بتساوي، قلنا الطول 3 و4 يبقى المساحه بتساوي كام؟ بتساوي 12 صح كده، يبقى the area is يساوي 12. طب لو انا البرنامج ده هو هطبقه اكن بطبقه على المحيط بتاع المستطيل، ايه اللي ممكن يتغير في البرنامج معايا؟ تعال نفكر كده مع بعض. يلا شباب، واحد امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، وده الداله الرئيسيه مش هنتكلم عنها خلاص احنا حفظناها. بابليك كلاس مين، باكد هنا بحط مين عشان ده برنامج رئيسي ما ننساش. ثلاثه ده الكوز بتاع البابليك كلاس بتاع المين. اربعه بابليك ستاتيك فويد مين الداله الرئيسيه بتاعتنا سترينج ارجز. خمسه بتاعت الفويد مين. هنا هنتكلم على مستطيل صح ريكتانجل واخد الكائن بتاعه سي صح زي ما هو بيساوي نيو ريكتانجل. السطر 7 هيتغير، انا عايز احسب مين سي. هنا بكتب المساحه 5 و6، هناك مش عايز المساحه ده انا عايز المحيط سيركونفيرنس المحيط. هكتب هنا سي نقطه سيركونفيرنس، او مش حافظ يكتب بارامتر مش حافظ يكتب اي رمز، عشان يبقى سي سيركونفيرنس ل 5 و6. المحيط لمين؟ ل 5 و6، وانا معرف المحيط ان سي وسامن سي بتاعت الريكتانجل الكائن بتاع الريكتانجل. يبقى هنا احسب المحيط بتاع المستطيل 8 بقى في القوس 3، 9 بقى في القوس 5. هنكمله مع بعض. كلاس ريكتانجل ما عنديش مشكله خالص، انا بستخدم الفئه بتاعت المستطيل. افتح قوس بتاع الريكتانجل انت زد، وهنا زد بتمثل لي ايوه عمليه الخارج لمين؟ للمحيط المستطيل مش المساحه بقى، للمحيط المستطيل. 13 فويد سيركونفيرنس ايوه كده، او المحيط بتاع الانت اي والانت بي. 14 القوس بتاع الفويد سيركونفيرنس او فويد بتاع المحيط. 15 ناخد بالنا بقى، يعني هنا ما بحسبش مساحه، هنا بحسب محيط. يبقى زد هتساوي ايه؟ A زائد B في 2. زد هتساوي A زائد B في 2. وبعدين جي اوبشن بين شو مازج دايالوجنال ذا اريا از بتساوي، هنا مش ذا اريا از بقى، هنا ذا سيركونفيرنس از بيساوي المحيط بيساوي 5 زائد 6 11 في 2 ب 22. طب ده لو مستطيل. واحد يقول لي طب لو هناخده مربع، ما عنديش اي مشكله خالص، هو نفس البرنامج اعمله كمربع، بس بدل ما اكتب ريكتانجل هكتب ايه؟ هكتب سكوير، والكائن خليه سي ما عنديش اي مشاكل فيه خالص، هسميه اس انت حر، ده كائن انت حر تسميه. سمينا البتاع مربع اللي هو السكوير، هاجي على المساحه اكتب اريا، هي اريا برضو، بس لما اجي احسب زد نبص كده ايه اللي هيتغير معايا؟ اما اجي احسب زد اللي وصلت رقم 15، احنا متفقين خلاص ان الكلاس هيبقى سكوير ما هوش ريكتانجل، سطح 11 هو انت زد مش هغير فيها، الفويد اريا انت اي وانت بي مش هغير فيها، 14 مفيش مشكله. نبدا زد اللي هيتغير معايا، انا بتكلم على مربع، مساحه المربع سامع الطلبه بتقول صح كده صح كده ايوه، مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، يعني يبقى انا عندي كم متغير؟ هو مربع تغير واحد اسمه ايه؟ اي في اي، يبقى زد بتساوي الاي في الاي. وبعدين جي اوبشن سو ماجيك دايالوج نال ذا اريا از بتساوي اف اي، لو قلنا ايه بخمسه تبقى تطلع 25. لو اتكلم على محيط المربع، محيط المربع برضه انا عندي هنا ذا فويد اريا في المربع انت ايه بس، ما عنديش انت بي لانه مربع وطول ضلع واحد. لو بتكلم على المحيط بتاع المربع ما عنديش مشكله برضه ذا فويد سيركونفيرنس برضه انت ايه اللي هو حاجه واحده. طب الزد هتتغير؟ الزد هتتغير في المربع، الزد بتساوي كام؟ ايوه طول الضلع في 4، يعني A في 4. الـ A بكام؟ ب 5 في 4 ب 20، يبقى هنا الناتج بتاعنا هيبقى 20. طب ده لو اتكلمت على المربع، هو نفس البرنامج هاخده للداير. الدايرة بس الدايرة برمزها إيه؟ أو بنكتبها إيه بالإنجلش؟ أيوه سيركل، يبقى الدايرة هنا سيركل، يبقى أنا بتكلم على هنا إيه؟ السطر رقم 6 هقول سيركل، سي بتساوي نيو سيركل. وبعدين هحسب المساحة سي اريا. هو أنا في الدايرة عاوز إيه؟ الدايرة المساحة بتساوي باي آر تربيع، طا ناق تربيع. طا قيمتها محفوظة 3.14%، آر هو هيدهوني. يبقى أنا لما أجي أحسب اريا عايز مين؟ عايز طا وعايز ناق. عاوز الباي وعاوز الار، يبقى هنا سي اريا باي وار.
هنقفل القوسين بتوع 3 و5، هنبدأ نفتح 10 كلاس لمين؟ ايوه كلاس هنا للسيركل بقى، للدايره بتاعتنا احنا. وبعدين نفتح 11 كلاس بتاع السيركل. انت زد، انت زد هنا بتبقى هنا هتبقى المساحه، وناخد بالنا انا بتكلم ان مساحه الدايره باي ار تربيع، والباي ب 3.14 من 100، يعني الباي رقم حقيقي. هنا ما ينفعش خالص اقول انت زد، لازم اقول فلوت زد، لان الزد هنا هتبقى رقم حقيقي، رقم فيه علامه عشيه. يبقى السطر 12 في حاله الدايره في حاله السيركل لازم اقول فلوت زد، مش هقول انت زد. وبعدين void area انت لمين بقى؟ انت لمين؟ انت للار فقط لا غير. واقول ان الباي 3.14 من 100، هكتب قيمتها ثابته وصريحه. 14 افتح القوس بتاع الفويد اريا، زد بتساوي باي ار تربيع، يعني باي في ار في ار. المساحه بتاعت الدايره هتقول باي في ار في ار. بعدين جي اوبشن بين شو ماسك دايلوج نال ذا اريا از بتساوي، واكتب باي ار تربيع. لو خدت المحيط للدايره برضه هيتغير معايا. من اول سطر 7 هكتب سي بتاعت السيركل بالنسبه لنا، سيركونفيرنس بقى مش اريا، والرقمين بتوعنا اللي هو الباي وانا حافظها والار. افتح القوس 8 و9 بتوع 3 و5، كلاس لمين؟ للسيركل مش الريكتانجل. سطر 10 11 فتح القوس 12، متفقين خلاص 2 باي ار، يبقى ال 12 دي فلوت زد ما هياش انت زد. فويد سيركونفيرنس للانت ايه اللي هي الار بالنسبه لي انت ار، والباي انا حافظها. 14 15 زد انا هكتب مين؟ احسب المحيط. المحيط بتاع الدايره عباره عن ايه؟ 2 باي ار، يعني زد بتساوي 2 في باي في ار. بعدين السطر رقم 16 جي اوبشن بين شو مازج دايلوج نال ذا اريا از زائد زد، هنا هقول ذا سيركونفيرنس از بيساوي زد اللي هو 2 باي في ار. 17 بقفل القوس بتاع رقم 11، 18 بقفل القوس بتاع رقم 14. ده البرمجه الشيئيه او الكائن والكلاس. يبقى انا خدت برنامج كامل على البرمجه الشيئيه باستخدام مين؟ الكائن اللي هو الاوبجكت والكلاس اللي هو الفئه. وعرفت ان ممكن اعمل برنامج رئيسي بالنسبه لي، لازم يتعمل برنامج رئيسي وبعديه بعمل البرنامج الفرعي. البرنامج الرئيسي اللي انا بحط فيه الارقام بتاعتي، احط 5 و6 7 و8 واقول ده بتاع ايه؟ بتاع ريكتانجل، مستطيل، بتاع مربع، بتاع دايره. واحد عاوز يعمل عمليه طرح، واحد يعمل حساب لعمليه ضرب، واحد يعمل حساب لناتج قسمه، كل ده في اسم البرنامج الرئيسي. وقلنا بنسميه دائما يفضل اسميه مين؟ بابليك كلاس مين؟ بحيث ان ده البرنامج الرئيسي بتاعي انا، وبقفل البرنامج الرئيسي على الريكتانجل او السكوير او الجمع او الطرح او الضرب او القسمه او الجزء اللي انا عاوز اعمل فيه الداله بتاعتي او البرنامج بتاعتي وفي الرقمين بتوعي. بعد البرنامج الرئيسي بنعمل البرنامج الفرعي. والبرنامج الفرعي بقى ده اللي بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه تعريفات المداخل بتاعت انا. مستطيل كان عندي داخلين طول في عرض كنت لازم اعرفهم، وعندي خارج فلازم اعرفه. لو بتكلم على مربع بعرف داخل واحد وبعرف خارج واحد، لو بتكلم على دايره بعرف الباي وبعرف الار اللي هي نصف القطر، وبعرف الخارج اللي هو الاريا، سواء اريا او سيركونفرنس او المحيط يعني. او لو كنت بتكلم عن عمليه قسمه فباخد الرقمين او الثلاثه بتوعي بعرفهم وبطلع برضه اعرف الخارج بتاع ناتج القسمه. لو بتكلم عن عمليه ضرب رقمين ثلاثه اربعه برضه بعرف المداخل وبعرف المخارج. فين كل ده؟ فين؟ في البرنامج الفرعي. يبقى البرنامج الفرعي هو اللي فيه الخارج. البرنامج الرئيسي ما فيهوش غير الشكل العام للبرنامج الرئيسي فقط. انا عاوز ايه عشان يبان في البرنامج الرئيسي؟ انا بعمل مساحه مستطيل، انا بعمل مساحه مربع، انا بعمل عمليه ضرب، بعمل عمليه قسمه. يبقى البرنامج الرئيسي بيعرفني بس انا عاوز اعمل ايه. انما البرنامج الفرعي هو فيه البرنامج كامل اللي بغير فيه اي حاجه، بحيث المبرمج ده عمل البرنامج ده عنده، في مبرمج تاني عمل البرنامج ده عنده. طيب انا عاوز المبرمج رقم واحد يحسب لي عمليه حسابيه، ما عنديش مشكله خالص، البرنامج ده هيكتب ده العمليه الحسابيه. البرنامج الثاني
هيكتب ده العملية الحسابية رقم 2، البرنامج التاني العملية الحسابية رقم 3 وهكذا. بما اضغط على مفتاح السي بتاع الكائن هيطلع لي ناتج البرنامج. بعد كده على طول في حاجة اسمها دوال البناء. وهي دوال البناء بقى؟ ناخد بالنا بقى، هي عبارة عن طريقة التكوين التي يتم بها إنشاء الأوبجكت. هنعمل أوبجكت إزاي؟ من الكلاس، من الفئة بتاعتنا يعني. بتاخد إيه؟ بتاخد نفس اسم الكلاس وبتنفذ عند إنشاء الكلاس. يبقى تاني، إيه هي دوال البناء؟ هي عبارة عن طريقة التكوين اللي بيتم بها إنشاء أوبجكت. أنا هنشئ أوبجكت، هنا هنشئ أوبجكت منين؟ من الفئة، من الكلاس. لكن الكلاس بتاعتي أنا هنا بتاخد نفس اسم الكلاس وبتنفذ عند إنشاء الكلاس. البرنامج بيقول لي إيه؟ اكتب برنامج يوضح كيف يتم وضع قيمة ابتدائية لمتغيرات الكلاس بواسطة دالة البناء. نبص البرنامج بتاعنا كده، ناخد بالنا البرنامج ده سهل وبسيط جدا. import java x swing job champion public class، انا بتكلم هنا public class، واضحه ايه؟ my class، بسمي نفس الاسم اللي هو عشان لو قلنا نفس الاسم بتاعت الكلاس. افتح قوس بتاع مين؟ بتاع public class. انا معرف int x float y string z. int x رقم صحيح بدون علامه عشريه، float y رقم حقيقي في علامه عشريه، string z ايوه كده صح، في طلبه صاحيه. سترنج زد يعني الزد ده داخل في تعبير، في اسم هيتكتب، يعني لازم يتحط ما بين علامتين تنصيص. يبقى انا عرفت مين؟ عرفت الكلاس وسميتها ماي كلاس. ماي كلاس ده عباره عن ايه؟ انت ايه دبل دي سترنج سي. انت ايه يعني رقم صحيح فيه علامه، ما فيهوش علامه عشريه، دبل دي وده بتاع الرقم الحقيقي اللي فيه علامه عشريه، سترنج سي وده الرقم او الرمز اللي هتحط فيه تعبير. بفتح قوس بتاع الماي كلاس، هنا بحط بغير المتغيرات بتاعتي، ايه بديها اسم، الدي بديها اسم، السي بديها اسم، الاي بسوي كلاس عشان كده قلنا بنسمي كلاس بنفس الاوبجكت اهي، بسمي الكلاس بنفس الاوبجكت. الاكس بقت تساوي ايه، الواي بقت تساوي دي، الزد بقت تساوي سي، صح كده. الكلاس خدت نفس الاسم بتاع الاوبجكت، كان اسمه ايه سميته اكس، يبقى اكس هي ايه، كان اسمه دي بقى واي، بقى الواي هو دي، كان اسمه سي بس سميته زد، فزد بقت هي سي. عاوز ادخل مين؟ ادخل الاي وادخل الدي وادخل السي. رقم سطر رقم 2 جي اوبشن بين شو مسج دايلوج نال برنت ذا فاليبل اكس، يعني اكتب او اطبع الاكس. سلاش تي معناها سيب مسافات، سيب 7 مسافات واكتب قيمه الاكس. سلاش تي المكتوبه دي معناها سيب 7 مسافات واكتب قيمه الاكس. سطر 13 جي اوبشن بين شو مسج دايلوج نال برنت ذا فاريبل واي، اكتب واي برضه سلاش تي بعد 7 مسافات اكتب قيمه الواي، طبعا اللي رقم حقيقي. جي اوبشن بين شو مسج دايلوج نال برنت ذا فاريبل زد برضه اكتب زد، وزد هنا هيبقى تعبير يعني ما بين علامتين تنصيص، وبسيب مع 7 مسافات واكتب قيمه الزد، واقفل الكوز بتاع الماي كلاس. ده الماي كلاس بتاعتنا او الفئه بتاعتنا. اخر حاجة في البرنامج بتتكتب ان البرنامج بقى يطلع شكله عامل ازاي بقى، دي النهاية بتاعتي بتاعت الماي كلاس بقى اللي هي بتاعت الدالة نفسها بقى. سطر رقم 16 public static void main strange arses اللي هو بتاع الدالة الرئيسية بتاعتنا احنا بقى خالص، شوف كتبناها فين المرة دي، كتبناها في نهاية البرنامج مش في بداية البرنامج. 17 public static void main strange arses اللي هو كوز بتاعت الفويد مين. بعدين ايوه الماي كلاس عرفتها اهي بقى، سميتها ايه؟ HH بالنسبة لنا دي الماي كلاس، دي الفئة بتاعتنا اللي اسمها نيو ماي كلاس. بدخل أرقامي اللي أنا قلتها قبل كده، قلت X وY وZ، X رقم صحيح، Z رقم حقيقي، وZ اللي هو السي بتاعنا اللي هو رقم تعبير لازم تحط بعلامتين تنصيص. فهنا 5 الرقم الصحيح، 6 و6 من 10 رقم حقيقي، ومجدي اللي هو التعبير، بين 19 بقى في القوس و20 بين في القوس بتاع رقم 17. نفتكر مع بعض اخواتي واخواني الطلبه الاعزاء النهارده خدنا ايه؟ النهارده انهينا الاول خالص قاعده دو هوايل، بنكمل سلسله فور وهوايل ودو هوايل، ونهينا قاعده دوران باستخدام قاعده دو هوايل، وخلصنا من الحلقات. بعد كده خدنا البرمجه الشيئيه، يعني ايه برمجه شيئيه؟ وايه هي المواصفات بتاعت البرمجه الشيئيه واستخدمناها ليه؟ قلنا بستخدمها عشان اقدر استخدم كلاس او بستخدم فئه واوبجكت عشان اعمل بيها برنامج كتير
وباستخدام مفتاح معين اقدر احسب اي عمليه حسابيه في نفس البرنامج بدل ما اكرر البرنامج. وقلنا ان ليها مواصفات وليها شروط، وخدت من البرمجه الشيئيه ازاي اعمل برنامج في كلاس وفي فئه في نفس الوقت، وان ده برنامج رئيسي بيتكتب فيه الشكل العام للبرنامج والبرنامج الفرعي اللي انا باخد فيه برامج الانت والزد، وانا باخد التعريفات بتاعت المداخل والمخارج وازاي احسب العمليه الحسابيه. وبعد كده خدت باستخدام الدوال اللي انا بكتب فيها الكلاس والاوبجكت، والاثنين لازم ياخدوا نفس الاسم زي ما شفناهم كده. وانه بادي في البرنامج بتاع الدوال بكتب البرنامج الرئيسي في نهايه البرنامج مش في بدايه البرنامج. كده ان شاء الله نكون انتهينا من حلقه النهارده. رب تكون الحلقه وصلت لكم بمعلومه مفيده. معاكم حاتم محمد محمد، معلم خبير من وزاره التربيه والتعليم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.